السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع تينيبسان لنعرفكم على المشروع تاع ربط ميناء الغزوات بطريق سيار شرق الغرب، واللي يعني الجزء الاول من هذا المشروع يعني تمت الاشغال فيه بطول 13 كيلومتر، ويبقى الجزء الاخر اللي يبلغ طوله حوالي 30 او 35 كيلومتر مازال قيد الاشغال. ونخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الموضوع هذا اللي يعني يعطينا اكثر تفاصيل عن نسبه تقدم الاشغال ووضعيه الاشغال والاسباب. اذا مع زياره والي ولايه تلمسان الى هذا المشروع الضخم حقيقه، لانه طريق سيار من النوع الاول يربط ميناء الغزوات بطريق سيار شرق الغرب، إذن يعتبر استثمار ثقيل لزانفستيسمون لور اللي احنا نحبذها، حيث انها تعتبر مهيكله للنسيج الصناعي في المنطقه ومحفزه كذلك لعجلات التنميه في هذه المناطق البعيده عن العاصمه. إذن خليكم تتابعوا هذا الفيديو في الموضوع، والسلام عليكم. ربط ميناء الغزوات بالطريق السيار شرق غرب مشروع يشارف على الانتهاء في شطره الأول على طول 13 كيلومتر، حيث بلغت الأشغال به نسبة متقدمة. طريق سريع ليربط ميناء الغزوات بالطريق السريع شرق غرب، هذه المرحلة الأولى فيها 13 كيلومتر. الحمد لله رانا في اللمسات الأخيرة للانتهاء منه، بقي فقط بعض الأشغال البسيطة إن شاء الله، راه في 98% إن شاء الله راه يكمل إن شاء الله. فيه شطر ثاني راه تمت الإجراءات بالنسبة 10 كيلومتر. مديرية الأشغال العمومية من جهتها عملت على رفع العراقيل من أجل ضمان السير الحسن لوتيرة الأشغال. مديرية الأشغال العمومية تكفلت برفع كافة العراقيل المتمثلة في الكوابل تاع الكهرباء وقناة الناقلة للغاز. الأشغال راهي انطلقت في أواخر 2022. ربط الميناء بالطريق السيار شرق غرب مسار واعد يعطي ديناميكية اقتصادية للمنطقة، خصوصا أن ميناء الغزوات يقدم أرقاما اقتصادية ضخمة، وهذا سيسهل من عملية النقل وتنقل البضائع من هذا الميناء التجاري الهام. للسنة الماضية كان قدم أكثر من 1.5 مليون طن من السلع، وهو هذا راح يكون إضافة جديدة إن شاء الله للميناء إن شاء الله. المشروع بمثابة بوابة جديدة للدفع بالاستثمار الاقتصادي والسياحي بمدينة نمور كما كانت تلقب سابقاً.